السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نكمل جولتنا في شارع المنشيه. زي ما انا قلت مظبوط كده على ايد الشمال كده يعتبر سبع محل. شو قلت دوت رقم 6 ده رقم 7. المحل دوت بيبيع الحاجات اللي هي اسمها ايه ديت اللي هي بدل الراس والجلاليب واللارجيري برضك اهو. وتبيع انت كشات مايو يعني عندك حاجات برضك جميله جدا اهي اهي هنصور. طب اول اسم حضرتك ايه؟ محمد فاضل. ازيك استاذ محمد؟ شرفت بيك. اسعار اللانجيري بتاع حضرتك ده ممكن تقول لي؟ يعني متراوح من 100 ل 120 150 على حسب الموديل. من 120 يعني اعلى حاجه عندك؟ في حاجه ب 200. انت احلى يعني اعلى حاجه عندك 200 وتبدا من اول 100. 120 100 لحد 200. تمام انا هصوره لكم اهوت. شفت انت كده عرفته الاسعار التقريبيه عشان لازم انت تيجي تشاوري تقول انا عايزه ده ثمنه كام؟ ده ثمنه كام؟ ده ثمنه كام؟ طب انا لو سالت لك ده ثمنه كام؟ عشان ده عجبني. ده بالذات اهو ده ب 120. ده ب 120؟ طب عجبني يا جماعه كله لازم يجي يشتري الطقم ده لو سمحت. ما دام عجب سلوى كله يجي يشتريه. اتفقنا؟ انا عارفه ان كله يقول لي سلوى وقفت عندي بدل الراس عشان لازم انا اقدم الجديد. قبل ما حد يصوره قبلي قلت اصوره انا. تمام؟ يوتيوب عايز نصور كل حاجه فانا هصور له كل حاجه. تمام زي ما انتم شايفين. وبدل الراس اسعارها ايه؟ ب 100 و110 و150. اه بدل الراس مش ضروري تاخديها عشان يعني تعملي ترقصي بيها، لا ممكن تلبسيها عشان ترضي بيها جوزك يعني. ما ادي كل الحكايه لا اكتر ولا اقل. بجد انا عارفه ان كل الناس ممكن ينقضوا الفيديو بتاعي بس انا مش عايزه اي حد ينقض حاجه، ان كل واحد حر بقى في اللي بيصوره. بس ان شاء الله انا عارفه ان في ناس كتير قوي هيعجبوا من الفيديو دوت حاجه مختلفه. بدل ما جوزك يبص لبره ولا يبص على التلفزيون خليه يبص لجوه والبسي بدله الرقص ديت. لو نص ساعه مش هيجر اي حاجه. تمام اهو باشكالها بالوانها واسعارها رخيصه على فكره. ده في منها يعتبر يعني مش بدله رقص يعني حاجه عاديه خالص تنفع في اي مناسبه. تمام عندك ايه تاني بتبيع غير الحاجات دي؟ ايه اللي بتبيع هنا تاني في الفرش؟ دفايات؟ ثواني دفايات، بنتيات، اطفال، قطط، حريمي، فوطه، عندك فوطه. تمام اسعارهم عامله ايه الاندرات دي؟ الاطفال دي؟ ب 10 جنيه الواحد. والدفايه الاطفالي عامله كام؟ الدفايه الاطفالي في 45 في 50 في 40. ايوه طبعا عندهم برضك طواقي هي بالشيران بتاعتها. وعندهم قسم برضك مكسرات رجالي من اول 7 جنيه. فين ابو 7 جنيه؟ اسم حضرتك الاول انت تابع ابو ايه؟ ابو رحيل. ابو رحيل اهلا وسهلا. ده عامل كام؟ ده عامل 10. ده عامل 10 اي واحد؟ ده 10. لو واحده خدت منك كميه تحسبوا لها بكام؟ على حسب السعر برضه. على حسب السعر؟ وريني يعني لو اخدت دسته 12 واحده تحسبها لها بكام؟ 110 بدل 110. اه ده بطاقه الفرش ده تبعكم ولا كده انتوا بس كده؟ انتوا كده بس. ده تبعك؟ اه. الطقم عامل كام؟ 35 و40. ايوه انا شايفاه قطن نضيف جدا اهو. طقم ده قطن جميل جدا يا جماعه 35 و40 حسب المقاس. قال لي اللعب دي تبعك. تمام عندك الدومنه. الدومنه دي عامله كام؟ 45. الكوتشينه والسلم والتعبان عنده حاجات مسليه جميله. ده الدب ده عامل كام؟ ده الدب ده بينور ويقول فالنتاين وخابع. والله بينور ويقول ايه؟ بينور. في واحد بيقول كده ايوه بيطلع صوت. هو طلع؟ اه بيقول اي لاف يو. انا مستمعاه. انت سامع؟ ايوه جميل. فروته نضيفه ومستوى. عامل كام قلت؟ ده بينور كده من خلال زي ما انت شايفه. يا رب يكون باين. ايوه ظاهر الصوره اهو يا جماعه. اه بينور اهو شايفينه ولا ايه؟ هو بيتباع ب 180 عاملين عليه عرض 120 جنيه. 120 جنيه؟ 120 جنيه. فمستورد وخامته نضيفه وحشو نضيف. تمام. والحيوانات دي عاملة كام؟ الحيوانات دي؟ 50. ب 50؟ هتشتري لعبة ايه قطقوطة انت يا جميل؟
شفت اللي بيقول اي لاف يو دوت؟ شفت الدبدوب بيقول اي لاف يو؟ اسمك ايه؟ مش هطلع تطلع معايا في الفيديو؟ انا كفايه سمعت صوتك بس. انت هتاخدي ايه يا سكر انت؟ مش لسه اهو مش عارفين يا عمو. يا تاخد حاجه بناتي بقى عندك اهو. بصي اسمي قناتي يوميات سلوى سيد وعائلات. اكتبي سلوى اكتبي سلوى سيد هتلاقيني في وشك كده صورتي ماشي. سلوى سيد خليكي فاكره اطلعي فيها بقى قولي باي باي. مش هطلع ماما انت بس. انت اسمك ايه؟ اسمك مريم. هتشوف القناه بتاعتي يا مريم. طب انا مستنيه التعليق بتاعك يا مريم. اسم قناتي ايه؟ سلوى سيد. هوريها لك دلوقتي وانت تطلعي في القناه. اسمك ايه؟ سكر. شيلي البتاع على وشها. ها اسمك ايه؟ قطه. انت جميل. انت صوري بتاع. اسمك ايه؟ طيب اسمك ايه؟ اللعبه اللي هتعجبك خدي لعبه الدكتوره هي جميله. في حاجه جميله خالص. في عندك شايفه حاجه؟ شنطه. شنطه دي جواها لعبه ولا جواها جواها لعب ولا مكعبات؟ لا لعب. كل شيء كل لون باللعبه اللي مرسومه عليه. الازرق دكتور. في كده مطبخ. اللعبه دي جديده اول مره اشوفها. بس عاوزينها بس لما خلصنا استاذه ما كانش عايز الحل كده بيصوري في كده كده. طب اللعبه دي عامله كام؟ ب100. ب100. لا جميله والله جميله بجد. شفت اللعبه دي اختي؟ اللعبه دي جبناها ولا جبتيها؟ جميل. انت برضك عندك محل؟ لا عندي محل جنب البيت. فجبتي منه؟ حاجات كده جميله. بصوا في السلاين ده فين؟ شفتي انت فين؟ انا شايفاه ايوه هي. على فكره انا بصنعها في البيت. نزلتها على القناه بس الفيديو هتلاقيه قديم شويه بس اكيد طبعا مش هيبقى بالجمال ده يعني. ايه يا سكر انت رايحه فين تاني؟ عندك دفايات مقاس الشباب ولا الاطفال بس؟ الشباب عامله كام؟ انت قلت لي الاطفال. الشباب عامله كام؟ 120. 120. بمناسبه بقى الفالنتين اللي بعد يومين هتعمل تخفيض وهدايا ولا هتعمل ايه؟ ايه التخفيضات وايه الهدايا؟ اعلن عنها دلوقتي عشان انزله لك على الفالنتين. في دباديب كبيره جايه لسه. في دباديب كبيره جايه؟ الجمعه 10 كيلو 12 كيلو. هتشوف بني ادم قد كده جاي. جاي يبقى عامل كام؟ حدود قد ايه؟ كله في 600 في 700 ان شاء الله باذن الله. انت حيرتيني مش عايزه اطلع ماما وانت عماله رايحه جايه. هتشتري ايه بقى؟ ايه الحاجة اللي عجبتك؟ ايه يا المكان اللي عجبك يا جماعة. دي انا صورت لكم كل حاجة وكده بنهي الفيديو في المكان دوت زي ما انتم شايفين. زي ما احنا اتفقنا دوت 7 محل على ايدك الشمال وانت داخل في شارع المنشيه اللي في نفس اتجاه زنقه الستات. تمام اهوت. يلا نكمل الجوله في الشارع دوت بقى. يلا مع بعض.